مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف، ومن هنا لابد أن تكون كل قضايانا محل نقاش. سمح لعلوت لهر البيت، المكان أخي خشوف لعم إسرائيل. يمين تصدح أصواته بلغة التوراة، يرفض التفاوض ويطالب بالتوسع الاستيطاني، ويسار ينازع باحثا عن فرصة أخيرة للسلام قبل الانهيار الكبير. إسرائيل بين معسكرين. لا يمين ولا يسار، بتقديري هذه خدعة. بلا سمال ومواد موجود يسار وفعال. المعسكر اليميني هو الذي ينتصر، هو الذي يتقدم. قصة اليسار بإسرائيل تراجع، هذه الأصوات تبقى قليلة وغير مؤثرة. لا يمكن البناء على الجزء الأصغر من هذا المجتمع. أنا خواخين بو. في عندهم خلافات أكيد داخليين، هدفهم واحد. هكذا هي الفكرة الصهيونية، فكرة متعالية. ليس باستطاعة ما يسمى باليسار أن يؤثر على القرار الإسرائيلي. تحديد وجودي لإلهم. مش هيجيبوا سلام لغاية لما تقوم الساعة. يقال إن اليسار الإسرائيلي دفن حين قتلت رصاصة اليمين إسحاق رابين، لكن حرب غزة أعادت إحياء أصوات يسارية من تحت الأنقاض. الانقسام السياسي والاجتماعي بدا جليا بين تيار يرفع شعار الإنسان ويطالب بوقف الحرب، وتيار آخر يرفع شعار الأرض ويطالب بها مهما كلف الأمر. لكن هناك من يرى أن الصراعات ما بين التيارين ما هي إلا صراعات وهمية، إذ تبقى الاختلافات على أشكالها ضمن ما يسمى بإطار كبير وهو إسرائيل الكبرى. يمين يطمح إلى حكومة متشددة ومتدينة، ويسار يطرح ليبرالية ديمقراطية متعددة. ومن هذه الرؤى لطالما كان الانطباع أن قوى اليسار هي الأقرب إلى خطى السلام، لكن تعاطي الطرفين مع الحروب المتعاقبة لم يعكس بالضرورة تلك المبادئ. وأمام واقع اليوم، هل نحن بحاجة إلى اختبار حقيقي لتلك الانطباعات؟ ضيفنا الأول يدعو إلى مد جسور السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويرى أن التفاوض يبدأ بنوايا حقيقية. المجتمع المدني أحياناً هو يتقدم أكثر من السياسة نفسها. بعد نجد في المستقبل يكون هناك حزب يهودي عربي متساوي. ليس هناك إرادة سياسية عميقة واسعة في تقدم اتجاه الملف الفلسطيني. أنا بهتم يعني العلاقات بين الشعوب، نريد العلاقات العلنية. ضيفنا الثاني رافض لفكرة قيام دولة فلسطينية، مؤمن بيهودية الأرض، ويبرئ اليمين من تهمة اغتيال ربي. على هذه المحكمة أن تعطي الشرعية أيضاً للمتطرفين اليهود. إسرائيل أتت إلى هذا المكان لتبقى فيها إلى أبد الأبد. الفلسطينيين لا يريدون إقامة دولة جنبا لجنب مع إسرائيل، هم يريدون إقامة دولة على أنقاض إسرائيل. الحل الوحيد الذي يمكن تطبيقه على أرض الواقع هو حل إمارات فلسطينية.
بمعنى من البحر النهر. فأين إسرائيل؟ في البحر بين الأسماك.